السلام عليكم، مرحبا بكم. طبق ديال لازانيا اللي غادي نديرو اليوم طبق ممتاز من داك الشيء الرفيع، كيجي هائل لانه غادي نستعملو فيه خضر مشويه بعد ما كنشويوها كنطحنوها باش كتجي هكذا على شكل صلصه جميله من السما بالنكهه ديال الدخان ديال الخضره مشويه. غادي نحضروا لازانيا معمره بنجل مشوي، مطيشه والبصله مشويين والكفته مع صلصه البيشاميل، كتجي طبق من ألذ ما يكون. تابعوا معايا. بالنسبه للخضار حنا كنشويوها فوق من العافيه، فوق من المجمر. كنجيبوا البصله كنقسموها على أربعة، كنديروها فوق من الشوايه وكنخليوها كتشوى باش يلا كتاخذ داك الطيبه ديال الدخان. ما كنخليوهاش يتحرق، وانما فقط بعض القطع ديال البصله اولا شي جنيبات ديالها هكذا تيتحمروا كياخذوا البنه ديال الشي. كنشويو مطيشه وكنشويو الدنجال كيف ما جرت العاده. بالنسبه للدنجال فحنا كنشويوه بعد ما كيتشوى، كنديروه في واحد البواطه ديال البلاستيك اولا كنديروه في كيس وكنخليوه يرجع عليه الصهد. من بعد كنقشروه كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي. كنظن انه الكل كيعرف كيفاش يحضر الدنجال مشوي. بالنسبه للمطيشه فحتى هي كنقوموا معها بنفس العمليه، كنقشروها وكنحيدوا ليها داك الجلفه اللي كتكون هكذا مشويه ومحروقه. كناخذوا البصله باش كنحضروا الصلصه، كنجيبوا البصله كندوزوها في الخلاط اولا في الطحانه ديال اليد وكنطحنوها حتى كتنيل. مطيشه بعد ما تنقشروها نحيدوا ليها داك الجلفه، كنقسموها نحيدوا لها الزريعه، نحيدوا لها النباته بطبيعه الحال وكنضيفوها على البصله. كتطحن اول حاجه البصله هي ومطيشه، من بعد كنضيفوا شويه ديال المطيشه ديال الحك باش كتعطي لينا اللون وكذلك الحموضه. نطحنوا مره ثانيه، نجيبوا مقله كنديروا فيها زيت الزيتون وكنفرغوا فيها الخليط ديالنا اللي حصلنا عليه. كنضيفوا معاه شويه ديال الزعتره، اللي بغى يضيف الحبق تيمكن له يدير الحبق. انا غادي نستعمل في هذه الوصفه هذه شويه الزعتره والمعدنوس والحبق كذلك، كنقول انه كيجي ممتاز. بالنسبه للدنجال المشوي كناخذوا الدنجال نقطعوا طريفات وحتى هويا كنطحنوه باش كيولي عندنا عجينه ديال الدنجال. غادي ناخذوا العجينه ديال الدنجال ونضيفوها هنايا على الصوص ديال المطيشه وديال البصله. بعد ما تشحرات وتلبات شي شويه الخضره كنضيفوا عليها الكفته. الكفته عاديه، كناخذوا كفته تنشحروها في المقله حتى كتفتت مزيان وكنضيفوها على لاصوص باش كنربحوا الوقت، ما نبقاوش ينفتوا فيها مع لاصوص. كنزيدوا عليها حزمه صغيره ديال المعدنوس تنقطعوه رقيق وكنضيفوه على الكفته مع الخضره. نحكوا جوج ديال الدروس ديال الثومه باش نخرجوا النكهه ديال هذه المكونات كامله. نديروا الملحه، البزار، الى بالينا خاص نزيدو زيت الزيتون كنضيفو زيت الزيتون بحسب الرغبه. كنخليو هاد المقادير كامله كطيب فوق من العافيه، الريحه ديالهم صدقوني رائعه. النهار اللي غتجربوا هادي ما عمركم باقي ديروا الخضره غير هكذا كي عاديه بلا ما تشويوها. كنخليو هاد المقادير كامله كطيب، بعد ما كطيب نفرغوها هنايا في زلافه. كناخذوا القالب اللي غادي نستعملو غادي نديروا له طبقه ديال صلصه البيشاميل، ومن بعد كنزلو فوق منها الوريقات ديال لازانيا. بالنسبه للازانيا كيف ما جرت العاده كنديروها اما كنغطسوها هكذا في الماء سخون المغليان، سبق لينا ورينا الطريقه ديال التحضير عده مرات. نديروها في المغليان من بعد نديروها في الماء بارد باش يلا كتطلق تولي هكذا رطبه طريه، ما تاخذ ليناش بزاف الوقت في الطياب وما يخصهاش بزاف ديال لاصوص. صافي، وغادي تشوفوا معايا الان الطريقه ديال التستاف تاع اللازانيا في الطبق. شفتوا معايا بالنسبه للطريقه ديال التستاف ديال لي لازان في التفصيل. كنبداو اولا بطبقه ديال صلصه البيشاميل، يلا كيلقاو داك لي لازانيا واحد لاصوص اللي كيشربوها باش كيطيبوا يجيو مزيانين. كنديروا طبقه اللازانيا، نديروا فوق منها طبقه ديال لاصوص بالكفته، من بعد كنديروا شويه ديال لاصوص بيشاميل. الا بغينا نديروا الفرماج هكذا مربعات ديال الساندويتش كناخذوا شي ماركه مزيانه كنجيبوه كيجينا ساهل. بغينا نديروا جبن مبشور كنديروا كنبقاو بحال هكذا تنخالفوا في الطبقات ما بين لازانيا كنديروا لاصوص ديال الكفته ولاصوص بيشاميل ونديروا الفرماج وهكذا حتى كنختموا في الاخير. كنكملوا بطبقه ديال لاصوص بيشاميل تنديروا فوق منها جبن مبشور اولا الفرماج محكوك وتنغطيو بالورق ديال المطبخ اولا بالورق الالومنيوم من الاحسن باش ما يتحرق لينا شي الوجه. كندخلوا لي لازان الفران مسخن على درجه حراره 180 كنخليوهم حتى كيطيبوا. كندخلوا غير السكين كنحسوا به تيدوز وسط من لي لازان رطب.
قبل ما نخرجوها كنعريوها بطبيعه الحال باش كنخليو الوجه هكا كيتحمر. وكيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديال لي لازان تيجي رائع كما كيبان لكم، تنقدموهم بالصحه والعافيه. كيف ما قلت لكم منين غادي تجربوا لي لازان بالخضره مشويه اكيد غادي تعتمدوا هذه الوصفه. نتلاقاو في حلقه اخرى وصفه جديده، الى اللقاء.